في محيط الحريق تحسبا لانهيار العقار، والخسائر تصل ل 40 مليون جنيه، وفي كردون امني بجوار انفاق الدائري لمنع مرور الاهالي. انا ليه بقول لحضراتكم الخبر ده، وقلت لحضراتكم النيابه بدات تحقيق مع عقار فيصل مالك العقار، لانه طبقا للكلام اللي قالته دكتوره ايمان يبقى في امطار وفي وفي في كانوا دكاتره كليه هندسه قالوا بلاش يا جماعه تطفوا الحريقه بتاعه هذه العماره بالمية علشان ده ما يأثرش على الأساس. فعشان كده أنا بس بسمع الصوت لي يعني كل المسؤولين خدوا بالكم، ربنا يسترها في الأيام اللي جاية إن شاء الله. نهاردة معالي رئيس الوزراء كان في اجتماع بيتابع مسألة تطوير الكرة المصرية. أنا امبارح كده من وقت للتاني بقدم لحضراتكم في الكرة وصلنا لفين. خلينا نشوف وصلنا لفين من تطوير عدد القرى قد ايه اللي هيتم تطويرها طبقا لتعليمات سياده الرئيس. تحديدا هعرف دلوقتي من البحيره الاخبار. خليني ارحب بسياده اللواء هشام امنه محافظ البحيره. مساء الخير يا فندم. سياده المحافظ مساء الخير. مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بك سياده المحافظ. سياده المحافظ، سياده الرئيس من بدايه ما اصدر التعليمات بالشغل على القرى المصريه، فإحنا محتاجين من وقت للتاني، أكيد أنتوا بدأتوا الشغل، أنا معرفش صح ولا غلط، لكن محتاج أعرف البحيرة فيها كم قرية وبدأت الشغل ولا لسه. تفضل يا سيادة المحافظة. طيب، هو طبعا المبادرة في البحيرة مش مرحلة واحدة. المبادرة في البحيرة كانت عبارة عن ثلاث مراحل. المرحلة الأولى وانتهينا منها الحمد لله بنسبة 98%. المرحلة الثانية 98%. هاي، ودي خلاص بنقفل خلاص. ودي شملت 8 قرى من قرى المحافظة وفي 3 مراكز. ودي نعم، مبادرة عملنا فيها 95 مشروع بتكلفة 350 مليون جنيه. المبادرة الثانية اللي هي دي المبادرة الأولى. دي الأولى اللي هي تمت يعني. ودي بأمانة برضو عايز أقول لحضرتك قبل ما تخطى يعني الكلام إن إحنا المبادرة دي حققت على الأرض كل الأهداف المرجوة منها فعلا. اللي هي مبادرة المرحلة الأولى قدرت إن هي تحقق المطلوب منها المواطنين المصريين. اللي هي إيه المطالب كانت يا ست المحافظة؟ كانت بقى عبارة عن مشروعات في مجال المية والصرف والطرق وتدعيم الاحتياجات ومشروعات كهرباء ومشروعات في مجال التعليم وما شابه، كلها في البنيه التحتيه. وبالامانه قدرت انها تعمل حاله من حالات الرضا التام في الشارع في هذه القرى. نعم. ثم انتقلنا الى المرحله الثانيه اللي بننفذ فيها دلوقتي، عباره عن برضه 17 قريه جوه محافظه البحيره. نعم. وهي المرحله الاخيره اللي اعلن عنها فخامه رئيس الجمهوريه اللي هي ان شاء الله 6 مراكز في محافظه البحيره. ست مراكز يعني عند حضرتك دلوقتي في البحيره 6 مراكز. 6 مراكز بيتم الإعداد ليهم دلوقتي ب 42 قرية و 3845 تابع. يعني الرقم ده حضرتك بنقول حوالي 4000 قرية وتابع، رقم كبير جدا جوه محافظة البحيرة. دول هتبدأ حضرتك تشتغل فيهم ان شاء الله، بس احنا لسه الان في مرحله الاعداد. في شركات استشاريه شغاله تجهز دلوقتي المشروعات دي على الارض بالتنسيق بين المحافظه والهيئه الهندسيه. الرقم اللي حضرتك قلته ده مطلوب فيه يعني كميه القرى دي هيتعمل فيها صرف صحي، توصيل ميه، توصيل غاز، كهرباء، كل المشروعات في البنيه التحتيه. تمام، هايل. اللي انا عايز اقوله ان ده يمثل حوالي 50% من محافظه البحيره. يعني النهارده احنا محافظه البحيره 15 مركز بنكون واخدين منهم 6 مراكز. أيوة. بنتكلم عن جزء كبير جدا في محافظه البحيره بيتم تنفيذه على الارض، لان بصراحه المبادره في البحيره ناجحه جدا الحمد لله. في مرحله يعني المرحله الاولى بتاعتها نجحت جدا الحمد لله. يمكن المواطن لمس تماما مدى تاثير المبادره عليه وعلى ما معناش صور الجميع. بلغوني ان حضرتك كان في صور وصلت صور لي. البحيره صورها هي اللي بتذاع في سي بي سي كتيرا وكل القنوات الفضائيه. هي دي الصور الموجوده. ولو انت انا طبعا مش هقدر اديك صور دلوقتي، بس اخلي المكتب. لا لا، ده انا بتكلم على المعلومه اللي وصلتني انه حضرتك بعت صور لكل ما هو حدث من تطوير. لا انا واضح ان في لبس، واضح ان في لبس. لا لا، هي المبادره اللي موجوده في القنوات الفضائيه دي كلها اعتقد دي مباني البحيره يعني. نعم نعم نعم. طيب احنا
بنتكلم في أولويات تم الاتفاق عليها. هل سيادة المحافظ في حوار مجتمعي مع أهل القرى في البحيرة أم اللجان هي اللي بتحدد الأولويات؟ لا أبدا، إحنا فعلا الأسلوب المتبع زي ما اتبعناه في المرحلة الأولى، نزلنا واتكلمنا مع أهل المناطق إيه احتياجات كل منطقة. إحنا محددين الكلام ده من خلال المدن ورؤساء المدن ورؤساء القرى، محددينه من خلال الأهالي نفسها ومطالبها، من خلال الكيانات الشعبية اللي موجودة، من خلال السادة نواب الشعب. إحنا عارفين على الأرض دلوقتي بالمجتمع ده محتاج إيه، من خلال طبعا الهيئات والمنظمات بتاعتنا والمديريات عارفة إيه اللي ناقص وبينقص هذه الأماكن. كل ده اتحط في ورق في صورة مطالب واترفع لفخامة رئيس الجمهورية ورئاسة الوزراء وسيادته. بدأ دلوقتي إحنا مع المكاتب الاستشارية بندرس اسلوب التنفيذ والتكلفة المالية اللي قد تصل في محافظة البحيرة لحوالي 44 مليار. يا خبر، تكلفة الحاجات دي ان شاء الله 44 مليار جنيه. تمام. طيب هل في فرص يعني نقدر نقول عليها فرص استثمارية، فرص صناعية تمت بالفعل في محافظة البحيرة الفترة اللي فاتت، أو وارد إن ده يحصل الفترة اللي جاية، فبالتالي هتحقق فرص عمل كتير لكتير من الشباب، شباب محافظة البحيرة؟ طبعا الاستثمارات في محافظة البحيرة في على الوجه العام بتسير على قدم وساق الحمد لله. يمكن احنا أعلن من خلال الفترة الأخرانية عن مشروع تصنيع الخشب من مع وزارة البترول من القش الرز والقمح، وده مشروع تكلفته هائلة جدا ومع فيه جانب ألماني شريك إن شاء الله، وهيبقى فيه حالة من حالات إن احنا بنصنع اللي هي الأبواب الخشب اللي هي شراكة ما بيننا وما بين أحد المصانع الألمان، جانب ألماني موجود. بقول تاني إن طبعا إن كمية المشروعات نفسها العادية اللي بتتعمل القومية جوه محافظة البحيرة بتعمل مشروعات بخمسة وخمسين ونص مليار في الفترة دي. زي إيه المشروعات فين؟ كلها في مجال الصرف الصحي والطرق والكباري وكل كل المجالات في البنية التحتية في محافظة البحيرة تقريبا كلها بيتم العمل فيها في كافة المجالات. يعني مش عايز اقول لحضرتك تكلفة محطة المياه بتبقى 500 مليون. احنا عندنا بنتكلم عن مشروعات كبيرة جوه محافظة البحيرة بتتم على الارض. بنتكلم ان من خلال حياة كريمة بنتكلم في 95 مشروع تم في المرحلة الاولى، بنتكلم على حوالي 200 مشروع في المرحلة الثانية، بنتكلم في المرحلة الثالثة على مشروعات طبعا يعني ب 44 مليار. فبنتكلم عن فرص عمل غير عادية في مجال الشركات العاملة حتى اللي هتشتغل في نطاق المحافظة. بالإضافة طبعا ان بلدنا طبعا الحمد لله بلد زراعية، بنزرع 1.8 من 10 مليون فدان، منتشرة فيها كل المصانع الخاصة بالتعبئة والتغليف بتاعة الزراعات اللي موجودة في محافظة البحيرة اللي بيتم تصديرها. فعايز أقول إن الحمد لله الحالة في البحيرة حالة متميزة، وإن الدولة استطاعت في خلال الفترة اللي فاتت من خلال خطط طموحة اتحطت جوه محافظة البحيرة إن هي تحقق لأهل البحيرة كل طموحاتهم وكل اللي يرضوا بيه طبعا عن الأداء المميز اللي بيقوم بيه الحكومة إن شاء الله. طيب هل سيادة المحافظ تسمح لي بس لو في أي شكاوى من مواطني البحيرة على صفحة البرنامج أبعتها لحضرتك؟ تحت أمرك يا فندم. تمام، بشكرك، بتمنى لك التوفيق سيادة المحافظ. أشكرك شكرا جزيلا. قلت لحضراتكم أنه أردوغان اعتقل 159 مواطن تركي وشاب لأنه اعترضوا على أنه هو عين رئيس للجامعة.